ديكو دليكو. مؤسسات تونسية، مؤسسات صغرى ومتوسطة مهددة بالإغلاق. هذا على شنو نحكيه اليوم مع سيد عبد الرزاق حواس، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك. يا عايشك، مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على المداخلة. عدد المؤسسات اللي مهددة بالإفلاس ولا بالإغلاق، كل مرة نسمع عدد والتفاصيل، الموضوع ما عندناش فكرة كبيرة عليها. مؤخرا تم الإعلان عن عدد مؤسسات تعيش الوضعية هذه، ولكن بتفاصيل وبأكثر تفصيل إن صح التعبير. عبد الرزاق حواس، عطينا أكثر تفاصيل. بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة قاعدة تعيش في كارثة من بعد الجائحة متاع الكوفيد. هو الكارثة بدأت من قبل، أما زاد الكوفيد عمق الوضعية نتاعها. المؤسسات هذه معناتها توا إلى حد الآن خلصنا 130 ألف مؤسسة اللي هي أغلقت راهو ماهوش بالأسلوب أغلقت نتاع الدولة. أغلقت معناتها قدمت ملفها للإعلان عن الإفلاس وإلا لا لا لا، لم يتم إعلان الإفلاس، أما هذا إنسان موجود معاك في الدورة الاقتصادية أما ماهوش منتج، معناتها صحيح وقف، لا ينجم يخلص سيناسيس، لا ينجم يخلص قباضة، لا ينجم يخلص حتى شيء. وتسكير راهو البارتين ده وتسكير لارانو راهو يتكلف بين 10 إلى 12 مليون في وضع كما هذا اقتصادي، ونحن قاعدين نعيشه في ستاكفلاتيون، معناتها ركود اقتصادي. شنو اللي تحب انسان ينجم يسكر؟ معناتها سيد عبد الرزاق حواس، المؤسسات هذية شنو تعمل بالضبط؟ تمشي لديكلار نيون؟ معناتها مش قاعده تعمل في حتى رقم نيون. كان نرجع بالضبط، ترجع انت للنيون اللي عندك الكل تتلقاه في ارتفاع كبير. هذو مع عبيد قاعده ديكلاري نيون، عبيد ما عادش عندها خدامه، ما عادش خالف باش يخلص الخدامه، تلقاه ثلاثة شهور اربع شهور ما نجمش يخلص الخدامه، وبعد في الاخر بكل الخدامه مشيت قاعد وحده. معناتها هذه وضعية، يعني ناخذ أبسط حاجة، نحن خذ حتى متاع اللي يبيعوا في الملابس برا، امشي أي حانوت تلقاه كان يخدم في زوز وثلاثة برا، مشي له تلقى مول الحانوت في حد ذاته هو اللي يخدم في حانوته. هذه أرقام، نحكيه على أرقام رسمية اليوم، كي تقول 130 ألف مؤسسة صغرى متوسطة. أرقام بالنسبة للجمعية هذايا، نحن في التيرا ودرنا في كامل تراب الجمهورية وسألنا وعملنا دي ستاتيستيك وعملنا اون انكيت وهبطنا عملنا الرسونسمون. يعني سالته مازال راهو باش يرتفع، راهو الرقم مازال ماشي في ارتفاع. سالته المؤسسات وكانت هذه نتيجه، لكن اليوم وقت اللي تقول ماهيش عمليه افلاس واضحه ومعينه معناتها بالاوراق، اللي نجم نسألوه مثلا، هل هناك ارقام رسميه حول عدد المؤسسات او نحكيو على لي بيرسون فيزيك بيرسون مورال اللي عندهم مشاكل ولا كلاسي في البنك سنترال مثلا؟ هل هناك موجود. اعطينا الاعداد، ارقام، نعطيو ارقام رسميه. مثلا ناخذوا لي بيرسون فيزيك اللي هما الاشخاص الطبيعيين، عندنا 279 الف كلاسي 3 4. باهي، ترواكات تعرف شنو معناتها؟ ترواكات معناتها ما عادش عنده الحق في حد شيء، معناتها اصلا ثقه في البنك ما يحطهاش، معناتها ما عندوش الحق لا في كريديت لا في دي ترانزاكسيون لا في حتى شيء، معناتها شيء حتى شيء حتى شيء حتى شيء. وينجم يكون حتى هذا انتردي بونكير وانتردي تشيكي جمله، ما ينجم يعمل حتى شيء وما يصلح لشيء. باهي، باش نفسروا الناس، نحكيو على العباد كي سون باتونتي اللي عندهم باتين ده، هذوما معناتها بالضبط، هذوما لي بيرسون فيزيك. تو نمشيو للي بيرسون مورال. لي بيرسون مورال اللي هما المؤسسات، هذوما سيدي 192 ألف كلاسي 3 4. نفس الشيء 3 4، معناتها ما عنده الحق في حتى شيء. هوني انت حتى كان باش تجي باش تطبق عليه القانون نتاع الانقاذ باش تنجم حسب المرسوم نتاع 2018 اللي يعطيهم الحق في الريستركتوراسيون، البنك سنترال توقفك تقول لك لا سامحني هذا كلاسي 3 4 ما عندي ما نعمله. معناتها المؤسسه اللي تحكي عليها هذه 279 الف بيرسون فيزيك و 192 الف مؤسسه، هذوما ما عندهمش الحق في عمليه الانقاذ في حد ذاته، دونك مش بالنسبه للمؤسسات نحكي. هذوما ايش عملت لهم انت هوني ايش عملت لهم بالقانون هذا؟ انت بالقانون هذا خرجتهم من الدوره الاقتصاديه. باهي، تو انت كي خرجتوا هذا من الدوره الاقتصاديه، انت شنو هي مشكلتك في تونس؟ انت مشكلتك انتاج. مشكلتك برودكسيون. انت كي تخرج العباد من الدوره الاقتصاديه شنو هي باش تكون النتيجه؟ ما باش يكون البرودكسيون باش تعاود تهبط، دونك ما عادش فما انتاج.
معناتها فما قرارات غير عاديه. تجي أيوة. مثلا في قانون الماليه تقول لي ممنوع تستعمل اكثر من 3 ملايين اون سبيس. اي هذا قرار كي قاعد في البيرو، اما في ارض الواقع غلط. اي كيفاش هذوما باش يخدموا؟ هذوما اللي خارجين من 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 الدوره الاقتصاديه وهو ما ينجمش يتعامل مع البنك او كلاسيت رواكات. اي كيفاش باش يعمل هذا؟ ايوه ولكن هذوما اشخاص او مؤسسات هذوما عندهم مشاكل سابقه مش بسبب ازمه الكورونا فقط، عندهم مشاكل قديمه برشا يعني تنجم تكون متراكمه، يعني ينجم يكونوا شركات او اشخاص غير قابلين للعمل والنشاط الاقتصادي اساسا. باهي نرجعوا للسؤال بروفون اللي هو شنو هو؟ شنو اصل المشكل؟ اصل المشكل هو المنوال التنموي اللي تخدم به تونس غالط، لو سيستيم بانكير زاد في حد ذاته غالط. راهو العمليه اللي قاعدين نخدموا بها رانا تعرفش نعملوا اون ديتروي بور كري، معناتها لا ديستركسيون كرياتريس، معناتها قاعدين نقتلوا ونقولوا هاو باش يجيو جماعه اخرين ويعاودوا يجيو المره هذه. لا خليني نختم معك عبد الرزاق حواس برقم اخير كان عندك تعطيه لي، نحكيو مش كان على المؤسسات التونسيه اذا فما المؤسسات او المؤسسات المقيمه هنا فما المؤسسات المصدره كليا، هل هناك مؤسسات معنيه بالوضع اللي تحكي عليها؟ بالضبط فما 240 مؤسسة مصدرة كليا تنوي الخروج خارج تونس بما أنه قانون المالية يولي ما عادش يساعدها، وأون بليس قانون المالية هذا جديد باش يولي تخلص هي التي في ويولي يكللها بالفوندرو المونتاح. واضح. عبد الرزاق حواس المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى المتوسطة، شكرا على كل التوضيحات على مداخلتك، خذوا معنا رجعين بعد الأخبار.